لا حيت انا عائلتي ما غاديش تقبلوا ماشي عليا انايا كعائلتي فهمتي ما تقدرش تقبلوا ما غاديش تقول باللي الدري ما خدامش ما عندو طوموبيل والو غتعيشي حياتك ماشي زوينه صافي ما نقدرش نقبل ما يمكنش ضروري خصك يكون عنده طوموبيل ودار داكشي الزوج ديالي بغى يكون خدام حيت اول حاجه الوالدين ضروري كيقول لك خصك ضروري تكون واخد دري خدام حيت المجتمع ديالنا ما كيرحمش فهمتي يعني ما يمكنش تعيش مع شي دري مثلا تقدر تكون كتبغي شحال من حاجه ولكن ما يمكنش تعيش معاه في بيت فهمتي ضروري كتطمح لشي حاجه اكثر يعني خصك يكون عنده دار طوموبيل يكون فلوسه فهمتي المهم واحد شويه الفلوس صافي ماشي زعما كنطلب شي حاجه بزاف صافي هادشي اللي كاين كاينين شي وحدين شي ماتيرياليست ولكن كيطمحوا اكثر فهمتي مكيبغيوش يكونوا عايشين في الدل ولا شي حاجه فهمتي يعني كيفاش غنقول لك المهم كاينين وما كاينينش هادشي اللي غادي نقول لك ولكن ضروري الانسان خصو يكون خدام الدري ضروري خصو يكون خدام صراحه ما كيعجبنيش الحال حيت شي وحدين كيخيبوا لنا السمعه ديالنا هادشي اللي نقدر نقول صافي لا ما يمكنش ليا حيت البنات المغربيات حاليا داكشي اللي تيطلبوا ما انت مازال ما وصلتيش ليه هما تيطلبوا تيحاولوا يبروفيتيو فيك داكشي اللي باغيين هما في حياتهم تيوصلوا به على ظهرك انت على ظهر الشباب المغربيين اون جينيرال فهمتي البلان سو داكشي علاش فهمتي ما تنفكرش نتزوج حاليا وما تنفكرش كاع نتزوج في المغرب كاع الا فكرت نتزوج غادي نتزوج خارج المغرب الا وصلت ان شاء الله ولا شي حاجه فهمتي هذا هو البلان هذوك البنات بالضبط ما تنعتبرهمش كاينين هذوك البنات بالضبط ماشي كلشي حيت كاينين واحد النسبه قليله تي لايك فهمتي هما ما تيفكروش في الزواج ولكن تيديروا داكشي على كما قلتي ماتيريال سوتو تيديروها على الفلوس هذا هو البوينت اوف فيو ديالي على البنات بصفه عامه اغلب الشروط الموبيل الدار الفلوس باش يزيد لكم الوقت تقول لك الا تزوجت بك وحققتي لي هادشي هذا غادي تخليني نبقى حره نخرج ندور نمشي مع صحاباتي كذا بزاف الحوايج الا كنت موفر لك داكشي كامل خاصك تجلسي في دار هادشي مثال انا راه قلت لك وجهه النظر ديالي وهادشي اللي كيبان لي ستوب دوين ذات شي هادشي فهمتي هاد البلان هذا ماشي ديال ماشي في الدين ديالنا واش فهمتي الدين ديالنا تبدل بالجهد هذا هو باش نهضروا على الزواج خصنا اول حاجه نعرفوا شنو هو الزواج يعني الشروط كتجي في مرحله تاليه بعد ما نكون عرفت الانسان يعني الشروط كيجيو حتى كيتفق الانسان يتزوج وحتى كيتفق انه يبني اسره عاد كيحط واحد الشروط كيحطوها الطرفين معا وكيحاولوا يتفقوا عليها باش كتكون هذه المؤسسه ناجحه هادشي بالنسبه ليا اما شروط كبدايه نبداو بالشروط كتجيني زعما غير مناسبه الطريقه المهم حنا زعما مسايره للوضع الحالي خاص اول حاجه تكون شروط ماديه باش نكون صريحه معك باش الانسان يقدر يامن الجانب المادي ديال الاسره ديالو والشروط الانسانيه والعاطفيه فراه هذيك لابد منها راه الموده خصها ضروري تكون كنظن ان هذا ماشي شرط وانما هذا واجب لا ماتيرياليست الا كنت كنفكر زعما ما كنفكرش ندير مؤسسه اللي هي مؤسسه قانونيه ولا مؤسسه اخلاقيه سميتها الزواج يعني كنفكر انني ندوز واحد البيريود وندوز هذيك انا كنكون ماتيرياليست ولكن حنا باغي نديروا واحد البروجي وهاد البروجي باش يكون ناجح خصنا نكونوا بجوج كنحطوا فيه واحد البيدجي وهكا نقدروا زعما ننجحوه ماشي ماتيرياليست هذا راه بروجي خصنا ضروري نديروا داكشي واش من حقنا ولا لا هذيك كتبقى زعما مساله نسبيه الا كانت مثلا انا بالنسبه ليا غتجيني من حقي وبالنسبه للدري غتجي ماشي من حقي وهذا الشيء زعما انا بالنسبه ليا من حقي جاك واحد خطبك شنو غتطلبي منه لي ديتاي جا خطبني شي واحد ف غنطلب منه اول حاجه زعما المهم الجانب المادي يكون مامن السالير ديالو نسبيا نقدر نقول لك حتى الدار وشي حوايج اخرى ما عنديش مشكل زعما نقدروا نديروهم مع الوقت هادو زعما كبدايه ويا فيسبوك تدخل كتلقى فهمتي نيترول فيه طالب فيه بابا 30 مليون 40 مليون يعني اصلا المراه ولا البنت ما عطاتش واحد القيمه لراسها دونك انت اصلا ما غتعطيهاش قيمه في اون فوا غتشوفها ما غتعطيهاش قيمه انا ولا طالبين بزاف دار طوموبيل فيلا كدا ولا كنا عرفنا بلي راه تقريبا 80 ولا حتى 85% ديال المغاربه كلشي فقراء دونك راه ملي كنا تابعين على الشروط هادو ديال هاد البنات هادو
ما يمكن زعما ما غنشوفوش زعما شي زواج زواج ناجح وكذا. اصلا المستوى ديال الطلاق في المغرب راه طلعات في هذه الوقيته خصوصا في كورونا. دونك كنظنش بلي انا غيكون واحد المشروع ناجح هذا من غير شي بنات فهمتيني، شي بنات اقليه تكونوا بنات الناس وتصبر معك حتى تبقى. المهم وشنو التعليق ديالك بخصوص المصطلح ديال لي ماتيرياليست؟ هي لي ماتيرياليست بلوز او موان عندهم الحق. شنو نقول لك واحد الحاجه، ما كاينش عاوتاني نتايا ديجا مثلا ما عندكش فلوس، ما عندكش واحد المستقبل، ما مهلاش في راسك، دونك غادي تعيش في واحد العذاب. دونك هي فهمتيني الانسان بطبعه اناني، يعني غتبغي هي واحد العيشه اللي زويونه، يعني حاجه باينه غادي تكون واحد غتشوف واحد عنده الفلوس وكذا، ولكن عاوتاني حتى هي كتكون باغا ماشي الكوتي فهمتيني ديال الفلوس، ماشي ما غاديش تطلعوا معنويا، كرا واحد النهار ما يبقاش عنده الفلوس حيت راه الفلوس كيجيو كيمشيو، غتمشي حتى هي بحالاتها. يعني هما عندهم عقليه، عندهم واحد البوانت فيو ديالهم، والدراري عندهم واحد البوانت فيو ديالهم صافي. وهي الصراحه بوانت فيو ديالي لا، ديجا اصلا كلشي غالي وكذا، و ديك الفالور ديال الزواج ما بقاش في المغرب الصراحه، ما بقاش اصلا في العالم كامل، دونك ما كاينش علاش. ولا كان شي من الناس علاش لا، ابخي فهمتيني باش نكونوا صايبنا واحد الفيوتشر بين قوسين. دونك انا في هاد الوقيته لا الصراحه اصلا ما كنفكرش في الزواج، يعني ما حاطش حتى واحد المشروع زعما في حياتي خصني نديرو، يعني واحد الحاجه اللي سكوندير وصافي. بالنسبه للشروط الصراحه ما عنديش شي شروط محدده، عندي الجانب الاخلاقي هو الاول، ضروري يكون داك الجانب الاخلاقي، يكون الانسان يعني عنده مبادئ اللي نقدر زعما تكون حياتي في امان معاه، ونقدر زعما نحس بالامان معاه كما كنحس بها مع الاسره ديالي. هذا هو الجانب الاول اللي عندي. عاد كيجيو الشروط الاخرين، خص يكون عنده واحد الصالير محدد ضروري، يكتب عليك الكاتب يقول لك مثلا ما زعما ماشي. بالنسبه للجانب المادي ضروري في العلاقه الزوجيه، حيت ضروري الانسان باش يعيش خصو واحد الصالير محدد، عاد كيجيو الحوايج الاخرين من بعد. وي هذوك البنات مراد نفسيا هذوك خاصهم يتعالجوا. كيفاش؟ حسيتش البنت ماتيرياليست بحال كتقول، بحال كتقول ما عندهاش اخلاق، ما عندهاش، ما كتفكرش. كيفاش بنت ماتيرياليست؟ كيفاش خصها الفلوس فهمتي، ما عندهاش واحد الجانب انساني فيها، خاصها هي الفلوس، ما كتفكر غير الجانب المادي، ما خاصهاش هي، ما خاصهاش هذيك كاع تزوج اصلا، ما باغا الزواج لا والو، كتفكر فلوس، هي اصلا ما عندها مرض نفسي الفلوس. صراحة كشاب في مقتبل العمر، والعمر ديالي 24 سنة، صراحة كانت الظروف مواتية، صراحة ما كرهناش نتزوجوا، ولكن الظروف ما للأسف الظروف في هاد البلاد راك عارف ما كتساعدش، والأوضاع الاوضاع غادي كتكفس في هاد البلاد فهمتي، ما يمكنش كاع انت اصلا غتفكر في الزواج، ولو تكون باغي تزوج زياده في الاسعار، كتشوف بزاف ديال الحوايج اللي ما صراحه يستحيل في باقي الايام ما بقيناش غنشوف شي حاجه سميتها الزواج. والدريه دابا كما كتعرف اخويا خاصها دار، خاصها الطوموبيل، خاص الاحلام ديالها، خاصها كتشوف الاحلام ديالك تشوفهم فراجل، ما كتشوفش احلام اللي خاصك دير هي، وهذا سبب من الاسباب. اشترك الان في قناه اشواق تي في، وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في، جريده الكترونيه وطنيه شامله ومستقله.